السلام عليكم ورحمة الله. فاكرين لما عملنا النجمة الإسلامية دي باستخدام الراوتر والجيك ده؟ بنفس الجيك ده أو الفنس ده هنقدر نستخدمه في عمل التعشيق المنتظمة زي النموذج اللي معانا ده واللي هننفذه مع بعض دلوقتي. وكمان لو حابب تجمع خشب مع بعضه فهنعمل التعشيق اللي تقدر من خلالها تجمع قطع الخشب وتجمعهم بالغيرة زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف مع بعض. هنستخدم بومطة المفحار الخاصة بالراوتر بأي مقاس مناسب بالنسبة لك. بعد كده هنجيب قاعدة الراوتر ونبدأ نفك الوش البلاستيك ونركب مكانه بنفس المقاس قطعة من الخشب الأبلكاش المعاكس سمك 3 ملي. هناخد قياس بنطة المفحار وبنفس القياس ده هنقص على قده على منشار الطاولة قطعة من الخشب أو شريحة من الخشب. لازم نتأكد إن شريحة الخشب نفس مقاس المفحار زي ما احنا شايفين، لا أكبر ولا أصغر. بعد كده هنبدأ نقصها إلى قطعتين خشب ونبدأ نظبط الكستير، نخلي الشفرات ملامسة لقطعة الخشب أو شريحة الخشب. هنحط شريحة خشب بين القطعة اللي هنثبتها وبين الكستير بحيث يبقى المسافة بين الكستير وبين الفنس أو قطعة الخشب اللي هثبتها هي نفس قياس سمك قطعة الخشب تماما. تعالوا نعمل أول تجربة، قطعتين خشب عايز أجمعهم مع بعض وأثبتهم مع بعض بالشكل ده. هنبدأ نحط أول قطعة. وبعدين الجزء ده كده، المسطرة دي أو الفنس ده هيكون هنا كده. هنضف مكان النشارة وبعدين أبدأ أمشي المسطرة والفنس في نفس مكان الحفر اللي أنا عملته عشان أعمل الحفر التاني وهكذا. تمام، نبدأ نقلبها. هنخلي الجزء الكامل في الحفر ملتصق بقطعة الخشب الجديدة زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نمشي الفنس في الجزء المفحور ونعمل قطعة الخشب الجديدة. لما هنجمعها هنلاقي ان التجميع بتاعها دقيق جدا، ممكن تستعملها بقى في كبس الاخشاب وهتكون طبعا زي ما احنا شايفين ممتازة جدا، مفيش اي فراغات والطريقة بسيطة جدا غير معقدة. تعالوا بقى بنفس الجيك او بنفس الفنس ده نعمل تجربة التعشيق المنتظمة. تعالوا نشوف مع بعض. احنا هنجمع صندوق، فطبعا بنقص اربع قطع، دول القطعتين الطوال هنبدأ نثبتهم بالشكل ده. خطوة مهمة جدا، لازم يكون ارتفاع الكستير هو نفسه عرض سمك الخشب. زي ما انتم شايفين بنعمل مقر، وبعدين الخطوة التانية يبدأ الفنس ينحط مكان المقر عشان يعمل المقر الجديد، فدي بنسميها التعشيق المنتظم. وعلى قد ما كانت قياساتك وشغلك مظبوط على قد التجميع بتاعك ما يكون مظبوط. نبدأ بقى نقلبها بالشكل ده. Thank you.
كده احنا عملنا الجوانب الكبيرة، هنبدأ بعد كده نعمل الجوانب الصغيرة. نركز بقى على الخطوة دي، انا بحط الجزء الكامل من الخشب جنب القطعة الجديدة اللي انا عايز افحرها، بحيث ان الفنس يمشي في الجزء الكامل يديني حفر مظبوط في القطعة التانية زي ما انتوا شايفين كده. ابدا بقى اجمع القطعه الكبيره مع القطعه الصغيره، تطلع طبعا معاك مظبوطه ان شاء الله، وزي ما انتم شايفين المقاسات مظبوطه تماما. زي ما قلنا من خلال استخدام الطريقة دي تقدر تعمل حاجات كتير جدا. هسيب لك كل الفيديوهات اللي عملناها بالجيك ده في صندوق الوصف، ودعواتكم منا جميعا بالتوفيق. اللهم اجزينا جميعا خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.